بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة تعريف التوحيد وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. نعم، ذكرنا أن التوحيد هو أن نفرد الله، ولا يمكن أن نجعل مع الله سبحانه وتعالى شبيه أو نظير أو مثيل أو شريك. يفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الرب الخالق المحيي المميت المدبر. نعم. يفرد الله بالعبادة، لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. فالعبادة تصرف لله ولا يمكن أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. لا نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا ندعو إلا الله. نعم. طيب، الآن نريد نتكلم عن القسم الثاني من أقسام هذا الكتاب. قلنا أن القسم الأول المسائل الأربع وهي موجودة في سورة العصر. نعم، وقلنا المسائل الأربع أننا نتعلم أولا ثم نعمل ثانيا ثم ندعو ثالثا ونصبر على العلم والعمل والدعوة. صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله، نجيب عن أسئلة القبر. الآن نتكلم عن المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة غير أسئلة القبر. نعم. ما هي المسائل الثلاثة؟ المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يبد أن يفرد بالربوبية، يفرد بأفعاله سبحانه وتعالى أنه الخالق والرازق. نعم. المسألة الثانية أن الله سبحانه لابد أن يفرد بالعبادة، العبادة حق لله، لا يمكن أن تصرف العبادة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره ولا للملائكة عليهم السلام. المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين، كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم؟ هذه المسألة الثالثة، كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول باطل والقسم الثاني باطل، والصحيح هو القسم الثالث الوسط. القسم الأول يعامل غير المسلمين بماذا؟ بأن يقتل غير المسلمين،
ويأخذ أموالهم ويسبهم ويشتمهم ويتعرض لهم بكل ما يقدر من شحناء وبغضاء وسب وشتم وقتل وتفجير. نعم. القسم الثاني باطل أيضا. هذا القسم الأول باطل والثاني كذلك باطل. قسم يشارك الكفار في أعيادهم وفي احتفالاتهم وفي طقوسهم وفي أعيادهم. القسم الثالث هو الصحيح الوسط. ما هو؟ نفي لغير المسلمين بالعهود التي بيننا وبينهم. لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال. ومع هذا لا نشاركهم في أعياد واحتفال، ما يمكن نشاركهم. نتعامل معهم في البيع والشراء. ندعوهم إلى دين الإسلام. ننصح لهم. المسلم يحب الخير لغير المسلمين، نريد لغير المسلمين أن يدخلوا في هذا الدين، نخاف عليهم من النار. نعم. بهذا تمت هذه المسائل الثلاثة ولله الحمد. المسألة الأولى قلنا نفرد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة، لا يعبد إلا الله. المسألة الثالثة كيف نتعامل مع غير المسلمين. والله أعلم.